صباح النور مع حضراتكم، ورحلة ختامية لحلقاتنا لفقراتنا النهاردة في صباح دريم. وحلقتنا النهاردة نقف وقفة مع شريف. شريف نجم من النجوم الصغيرين في السن، لكن موهبته رايحة لطابع مصري وطابع شرقي، والعود والصوت فيه طبقات كده حلوة برضو بتاعتنا احنا مصرية، وعليها الختم المصري. النهاردة منورنا شريف، نعرف حكاية ايه. صباح الفل يا شريف، منورني. صباح النور. شريف ياسر مطرب وعازف عود 24 سنة. صباح الفل. صباح النور شريف. قول لي حدوتك ايه؟ حدوتي ابتدت من وانا صغير 4 سنين. والدتي كانت دايما بنشغل اغاني، بنسمع اغاني، فلقيت عندي ان انا بقف كده عند حتت معينه بتبقى علامه بالنسبه لي، يعني حاجه بتشتغل كل ما تشتغل تلاقيني مركز معاها. فابتدت تحفظني. اول حاجه كانت اسماء الله الحسنى 10 10، كان لسه هشام عباس عاملها لحن جميل، فابتديت احفظها. ابتديت اخش كورال للنادي، عندنا النادي الاولمبي في اسكندريه، غنيت احفظ اغنيه. دخلت بعد كده فرقه اسكندريه للموسيقى العربيه مع المايسترو مدحت بسيوني الله يرحمه. كان عندي وقتها 13 سنه 14 سنه بالظبط. سمع صوتي، عمل تيست، قال لي اول لما عرف ان انا عندي 14 سنه قال لي انت هتبقى مع كورال الطلايع. كورال الطلايع دول من 8 سنين مثلا لحد 16 سنه. سمع صوتي قال لي لا انت كده مش هينفع تبقى مع الطلايع، انت هتبقى مع الكبار. وكنت اصغر واحد في الفرقه. كان صوتي يعني باين ان هو كبير شويه. كنت اصغر واحد في الفرقه. اول حفله نزلتها معاهم مع الفرقه طلعت سولو، كانت اغنيه داري العيون محمد فوزي. وبعد كده ابتديت اغني في الفرقه لحد ما حاولت ان انا اعزف. كان في عود موجود في اوضه الالات الموسيقيه، فقلت للمايسترو العود ده بتاع مين؟ قال لي العود ده بتاعي.
فقلت له طيب انا هاخده وهصلحه، وهو ما كانش سليم، هصلحه وهبتدي حلال عليا ادندن. بقى. قلت له هبتدي ادندن كده مع نفسي في البيت. ففعلا صلحته، مسك العود، انا مش عارف اي حاجه بقى، انا مش عارف ايه الاوتار وايه ده، امسك هنا يقول ايه، اعرف المقامات، مش عارف اي حاجه. فابتديت مسك العود بسيط كده، فابتديت انا بغني، فكنت بغني ساعتها اغنيه قول لي عمل لك ايه. قعدت اجرب على كل وتر لحد ما لقيت بيقول قول لي عمل لك ايه قلبي. فانا مش فاهم، انا مش فاهم ايه اللي انا بعمله، بس هي جت معايا بودني، لقيت الموضوع هيمشي معايا كويس. فابتديت اخد ستيب 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 في العود، وابتديت اعزف في الفرقه. يعني انا كنت مطرب وبعد كده بقيت عازف في الفرقه. كبرت شويه، حسيت ان انا ممكن اعمل حاجه شويه جديده في المزيكا. كان كنت انا ومجموعه من الشباب اصدقائي يعني في المجال في اسكندريه، باند اسمه سوليستا. احنا ما بنعملش اغاني اوريجينال لينا، بس بنطور الاغاني القديمه او الجديده، بتحدثها شويه بالمزيكا بالظبط والحركات دي على حسب الالات. انا طورت العود شويه، خليته يلعب لاتين، يلعب سبانيش، معايا الكاخون، الكاخون دي اله اسبانيه، الجيتارات الاسبانيش والالكتريك. فابتدينا نعمل يعني توزيع جديد للاغاني، سواء اغاني فريد، سواء اغاني سيد درويش طبعا عشان احنا من اسكندريه، الاغاني القديمه عامه، وحتى الاغاني الفرانكو الجديده بنعملها بشكل مختلف، نحط بقى التاتش بتاعنا، والحمد لله لا يعني استحسان كويس في اسكندريه. يعني عايزه اسالك على الجمهور، وبعدين الاسكندرانيه مزاجهم عالي قوي في المزيكا وفي الالحان وفي الحاجات دي، اشوف جمهورك رد فعله. وعندي كام قصه كده، بس ممكن نروح للي تعبنا مثلا سنين اللي فهوات. تعبنا سنين فهوات. يلا بينا. طبعا. تعبنا سنين في هواه، عامل نفسه ما يعرفنا، بعد العمر ده كله معاه، فاتنا وقال راجع ولا جاش. واللي تعبنا سنين في هواه، عامل نفسه ما يعرفناش، بعد العمر ده كله معاه، فاتنا وقال راجع ولا جاش. وانا دلوقتي لما بقابله، انا دلوقتي لما بقابله، عينه في عيني ما نازلهاش، حتى ازيك مستكترها مستخسرها ما بيقولهاش. اللي في حبه ضيع قلبي، ضيع قلبي ورحت بلاش، ضيع قلبي ورحت بلاش. قلوب خاينين شفتوا ازاي ما فيهمش حنين، شفتوا ازاي في قلوب خاينين، شفتوا ازاي ما فيهمش حنين. ولا الاسود طابع حبيبي، ولا الاسود طابع حبيبي، ولا الاسود طابع حبيبي، ولا الاسود طابع حبيبي. وانا من حيرتي ولهفت قلبي، انا من حيرتي ولهفت قلبي، بظلم بس قلوب تانيين، حتى ازيك مستخسرها مستكترها ما بيقولهاش. اللي في حبه ضيع قلبي، ضيع قلبي ورحت بلاش، ضيع قلبي ورحت بلاش.
انا يعني بسقف كمان بالنيابه عن الجمهور. دندنه حلوه على فكره. آلة العود من الآلات اللي مش مرنه قوي، يعني بتحتاج شغل عشان تطلع عليها كل المزيكا اللي بتختصرها في الاغنيه، فآلة واحده من صوت واحد تعمل اغنيه دي بتبقى حاجه صعبه. قول لي الباند بتاعكم والجمهور بقى السكندري بيتقبل ازاي الحاجات الجديده اللي بتطلعوها في الاغاني والالحان والكلام ده؟ عامه اسكندريه كلها فنانين طبعا، سواء ممثلين او رسامين او عازفين او مطربين. حتى الناس العاديه لو مثلا انا بغني في اغنيه وهم قاعدين استجابوا معايا يغنوا، بيغنوا صح. يعني بيغنوا جوه التون بالظبط. فاحنا دايما عاملين حساب للجمهور ككل يعني. فانا بتبسط لما بغني مثلا انا واللي معايا واحنا بنعزف، الاقي الجمهور بيسقف ويغنوا معانا، فده بيديني انطباع كويس جدا من الناس وبيشجعوني اكتر. وبيبقى في حاجات مثلا معينه انا ببقى عارف ان الجمهور هيرد هنا. يعني مثلا يا ملتقى الصحبه، يا لالالي بالظبط. انا عارف ان هم هيردوا هنا، فانا متفقين اقول لهم ده هيحصل كذا كذا كذا. فاحنا نستوب المزيكا في الوقت ده علشان نلاقي الناس بتضحك وتبسطوا. ده اللي احنا بندور عليه، ان احنا نبسط الناس. طب قول لي انت يعني ناوي على ايه الفتره اللي جايه؟ بنتكلم في معهد موسيقى وبنتكلم في حاجات كده، بنتكلم برضو في باند وشكل تاني، فاللونين دول يعني ايه الرابط بينهم؟ يمكن الاغاني التراثيه والحاجات الجميله بتاعتنا، لكن المجالين دي ناحيه ودي ناحيه. هو ده انا بوجهه فعلا، ان عندنا برضو الناحيه التقليدي شويه. في اسكندريه مثلا لما بقابل انا، اولا العود ده عود اكوستيك عادي. لما انا معايا في البند بشتغل بعود الكتريك. العود الالكتريك فيه شكل، يعني انا اللي عامل له الديزاين واديته لحد ينفذه، الاستاذ وليد حميدو نفذ العود وعامله لون ازرق وعامله بشكل كده حلو. فلما بلعب عليه بقى الغربي، العب ميوزك غربي، بلعب مثلا عليه حاجات فرانك سناترا مثلا، خوان سيرو. بنلعب كل ده بحكم ان احنا مثلا بنشتغل في مكان، المكان كل الجست اللي فيه اجانب، فاحنا عايزين اسمعهم الاغاني بتاعتهم بالطابع الشرقي بالظبط. اقوم جاي حاطط التاتش المصري، فبلاقي استحسان. طبعا بلاقي استحسان، اللي هما كمان ودانهم زوقه جدا لده. سميع. اول لما بالظبط سميعه، اول لما يلاقوا الافيه بقى المصري دخل في الحاجه العالميه بيتبسطوا جدا. ده بقى مش حلو مع المصريين. يعني مثلا عازف او عازفين مثلا زي عازفين العود بيقولوا لي انت اهنت تراث العود. بالعكس، من وجهة نظري انا دخلت له حاجه جديده. بدل ما هو شرقي 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 شرقي، لا احنا كمان عندنا نلعب غربي بالالات الشرقي. هي صعبه. التلوين ده ممكن شويه مش كل الالوان العين بتستسيغها برضو. الودن اللي واخده على صوت العود وهو بيعمل شرقي بس ممكن ما ترتاحش لما تسمعه غربي. عشان كده دايما برضي كل الاطراف. انا بغني هتتعب بس كده يا شباب. بس مش مهم. بنغني القديم ونغني الجديد، بنغني حاجات بقى يعني مثلا اغاني افيهات تبسط الناس. احنا الناس كلها عايزه تتبسط. فاحنا بنعرف نبسط ازاي الناس، تعيشوا وتبسطوا الناس، وان شاء الله نشوفكم نجوم كبار وسوليستا منوره الدنيا. وشريف ان شاء الله يكون في مكان افضل في مكانته وفي اجتهاده واصراره. وبعدين الاسكندرانيه جدعان قوي، انا من هواة اسكندريه وناس اسكندريه، ليهم لون وليهم شكل وليهم طريقه تدخل القلب على طول. نورتني شريف ياسر المطرب وعازف العود، وصباح الفل عليك. صباح الفل. وهسيب حضراتكم مع شريف تسمعوا حاجه جميله جدا، وهروح لاسكندريه برضو. بس بشكر حضراتكم وإن شاء الله أقابل حضراتكم في رحلة جديدة بكرة على خير في صباح دريم. أحلى صباح في مصر. ويا شريف بقى ودينا اسكندرية. يلا بينا. حق يتلوم عليا.
يلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش بإيدنا تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش بإيدنا قولي عن أشياء تفيدنا وبعدها يبقى لوم عليا أهو ده اللي صار وادي اللي كان ملكش حق ملكش حق يتلوم عليا مصر يا أم العجايب شعبك أصيل والخصم عايب مصر يا أم العجايب شعبك أصيل والخصم عايب خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية أهو ده اللي صار وادي اللي كان ملكش حق ملكش حق يتلوم عليك.